نناقش الموضوع مباشرة. البراد صح؟ يعني الجماعة دول ما عندهمش؟ لا البراد ده بالمتر مش لاقيه. بس هتقول لي حبيبي يا ريس، امسك سوق يا باي يا باي يا باي يا باي تيجي رحيل ولا هم هم شوفوا بقى نوت الاول لو في واحده متسدده انسى سيدي رحيم خلي بالك انا جاي هنا انا احمد عندي انت لا لا مش عندي لا معلش متعذبين ليه انا بس ان شاء الله حاجه هتشوف بس تصور ووريك المدام هي جوه يا لبنية وبهدلتيني خلاص خلاص يلا 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 على نور نضرب على نور حسين سفاري ده راجل من اللي بيعملوا السفاري اتفرج عليه سفاري ما هنا عندنا ناس مشهوره في السفاري يعني في حسين وفي اسلام بص ساره سعيد حسين سفاري وفي محمد سعد رحاله وفي رأفت سعد ناس مشهوره جدا على فكره ده نايم يا عم نايم؟
نايم. الحضر يقول لي انتم فاهم. مين؟ الحضر يقول لي انتم فاهم. احنا في الفرسان يا محمد بيه. مهندس الحضر احنا في الفرسان موجودين. اقعد انت هتلاقي نفسك طبعت. ما يا مزه اقعد انت هتطبع يعني. الجو هيدخل تحت منك هتبقى تمام يعني. تابعيني فولو فولو. الله يسهل لك يا سيدي.